واحد، تنظيم داعش يعيد الاعتبار إلى أنور السادات. كلنا لما تابعنا في السنوات اللي فاتت أو العقود اللي فاتت كلام التيارات الإسلامية والجماعات الإسلامية المتشددة ضد إسرائيل، البعض صدق إن هم فعلا ضد إسرائيل، أو إن هم وطنيين أو عروبيين، أو إن هم هيبذلوا جهد كبير جدا من أجل التحرر والاستقلال. لكن بيتضح بمرور الوقت إن كل ده كلام غير صحيح، وإن أغلب هذه التيارات من المنافقين اللي بيقولوا كلام بينفذوهوش، إنما بيزايدوا على قادة وطنيين علشان يسيئوا إلى سمعتهم وإلى مكانتهم وإلى وضعهم وتاريخهم، لكن هم في الواقع ليسوا صادقين. تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، حركات كتيرة جدا اتكلمت على إسرائيل والصهيونية العالمية وما إلى ذلك بكلام كتير جدا، لكن في الواقع لقينا أن تنظيم القاعدة اللي هي جبهة النصرة في سوريا اللي هي على بعد 3 ثواني من إسرائيل، مش 3 دقايق، 3 ثواني من إسرائيل، لقينا جبهة النصرة تنظيم القاعدة عمرها ما قربت على الإطلاق من إسرائيل، وإن كل القتلى من المسلمين. وتنظيم داعش اللي على بعد ثواني هو كمان من إسرائيل عمره ما قرب لإسرائيل خطوة واحدة، ما إنه يقدر يروح مشي تنظيم داعش لإسرائيل، عمره ما قرب من إسرائيل، إنما يقتل المسلمين في سوريا والعراق وأوطان عربية وإسلامية أخرى. يبقى تنظيم داعش والنصرة وكتير جدا أغلب حركات الإسلام السياسي كانت منافقة فيما يخص مواجهة إسرائيل، ولم تتمكن في مواجهة المسلمين، والتمكين بالنسبة لهم هو التمكين على المسلمين وليس التمكين على إسرائيل ولا على قوى عظمى ولا ما إلى ذلك. الشتائم للآخرين، إنما الدماء للمسلمين، الباقيين يتهاجموا، خطبة خطبتين، كلمة كلمتين، إنما الدم والسيف والرصاص للمسلمين، مش هجوم ولا شتائم، وإنما دماء تسيل. الرئيس أنور السادات واجه كتير جدا من هذه التنظيمات اللي وصفوه إنه كذا وكذا، وفي الآخر هذه التنظيمات قتلته، ولما قتلته تفاخرت وتفاخر أغبياء آخرون بأنه أخيرا قتل السادات. واشتغلت هذه الجماعات، مع أنها جماعات سنية، مع الجماعات الإيرانية، الخميني من ناحية والجماعات الإسلامية من ناحية، الخميني عشان يكون هو شكلا البطل اللي بيواجه إسرائيل، والجماعات الإسلامية علشان ده القائد اللي هزم إسرائيل، فهم لازم يقتلوا القائد الذي هزم إسرائيل، يقتلوه جسديا بالاغتيال ثم اغتيال لسمعته وسيرته، فيتكلموا يقولوا الخاين اللي عمل كامب ديفيد، اللي فرط في الأرض، كل ده كلام غير صحيح، كل ده كلام مخطط ومنظم. لأن مين اللي انتصر على إسرائيل؟ أنور السادات. مين اللي عبر؟ أنور السادات. مين اللي خد قرار الحرب؟ أنور السادات. مين اللي اداهم شوية ورق وأخد سينا بالكامل؟ أنور السادات. مين اللي أذكى من إسرائيل؟ أنور السادات. مين اللي عالمي يفهم كويس جدا في السياسة الدولية والفكر السياسي ومثقف وكاتب ومتحدث؟ أنور السادات. يبقى ده رمز مصري، ده اللي انتصر على إسرائيل، طب نعمل عليه إكس بقى ونشطبه، يبقى ده نسميه الخاين ونسميه العميل ونسميه اللي مش فاهم واللي عمل كامب ديفيد واللي ضيع الأمة، عشان يبقى المنتصر مشوه فيبقاش حد في تاريخنا كويس. يبقى لما يقول الرئيس جمال عبد الناصر يقول لك النكسة 67، الرئيس أنور السادات كامب ديفيد ضيع المنطقة، مش يقدر يكمل لك على كل الشخصيات علشان ينهي إيمانك بأن في قادة عظام خرجوا من هذا الوطن. أنور السادات كان قائد عظيم ووطني عظيم وعروبي عظيم، وتنظيم داعش بيأكد لنا والقاعدة يوما بعد يوم قد إيه كان أنور السادات زعيم وطني عظيم، لأن كل دول بيخطبوا بس، بيتكلموا بس، بيهاجموا ويشتموا بس، إنما كل الدماء من المسلمين، وثلاث ثواني يبقوا في إسرائيل لم يقترب ولا شخص لا من القاعدة ولا من داعش ولا من أي جماعة إسلامية أخرى، ولا حد قرب خطوة من إسرائيل، مع إن الباب مفتوح
والدولتين مفتوحتين سوريا والعراق والحدود مفتوحة ويقدروا يذهبوا إلى هناك. لكن لا، الجهاد ضد المسلمين، مفيش جهاد ضد إسرائيل، الخطب الجهادية ضد إسرائيل، إنما الجهاد بقى اللي هو القتل، الجهاد بمفهومهم اللي هو القتل والدماء والاعتداء والسبي وكل الكلام ده في مواجهة المسلمين والأبرياء والبسطاء والمسالمين اللي موجودين. أنور السادات بيتأكد يوما بعد يوم إن كل اللي هاجموه، إيران اللي هاجمت أنور السادات طول الوقت، لأن ده الخميني وإعلام الخميني والأستاذ هيكل رحمه الله مستشار الخميني، كلهم منظومة إيران اللي هاجموا أنور السادات واتهموه بالخيانة. أنور السادات هزم إسرائيل والخميني حارب العراق. احنا قدامنا معادلة سهلة وبسيطة، إن أنور السادات حارب إسرائيل والخميني حارب العراق. مش محتاجين بقى نقعد نفكر ونحلل كتير، دي معلومات بديهية. أنور السادات رجع سيناء، الخميني ومنظومته خلى في المنطقة كل التيارات المتطرفة وكل القوى العظمى والإقليمية، إنما أنور السادات عبر من أجل تحرير الوطن. الخميني ونظامه بعد كده أربك هذه الأوطان. الجماعات الإسلامية السنية زيها زي الخميني في أغلبها، المتشددون سواء، إنه في النهاية أربكوا إيه؟ أربكوا مصر وأربكوا ليبيا وأربكوا اليمن وأربكوا دول كتيرة جدا، الطرفين الشيعي المتطرف والسني المتطرف، وأربكوا نيجيريا ومالي والصومال والعراق وسوريا وأفغانستان وباكستان، كل مكان فيه حزن وكل مكان بقى ساحة للدموع وكل مكان بقى علامة على تقهقر هذه الأمة بفعل هؤلاء. مع العقود ومع السنين بيتكشف لينا إن الإعلام الإيراني وإعلام الجماعات الإسلامية فشل في تشويه أنور السادات، وبقيت الحقيقة إن أنور السادات هو الزعيم الذي انتصر على إسرائيل واسترد الكرامة وأرجع سيناء وأنهى أسطورة الجيش الذي يقهر الذي لا يقهر، وهو اللي أنهى أسطورة إسرائيل الكبرى، وهو اللي قال سنة 75، وهنشوف ده بعد قليل رغم رداءة المقطع لكن ده اللي متاح فقط، إن أنور السادات بيقول إنه طول الوقت مستعد إنه يحارب إسرائيل، وإنه في الدفرسوار الناس اللي بلغوا كتير جدا لما نقول حرب أكتوبر يقولك الدفرسوار، طب دي تفصيلة حتة صغيرة في الحرب، في حرب عظيمة انتصرنا، لو أعظم جيش في العالم كان ممكن يعجز ويفشل إنه يعدي وينتصر، لا يجيب لك نقطة صغيرة الدفرسوار، تلاقي كل الإعلام شغال قطاع الدفرسوار. الدفرسوار في قتلى كتير جدا من إسرائيل، ورئيس السادات تحدى إسرائيل وقتها 75 قال لهم أتحداكم تطلعوا صور الناس والجثث اللي تسلموها في الدفرسوار. السادات كان بيقول إنه مستعد يحارب مرة تانية وتالتة وعشرة، لما كان بيقول آخر الحروب هو عبقري في السياسة، ما تلاقي لك هحارب العالم كله بيقول لك سلام، هو بيقول سلام وهو مؤمن بالسلام، إنما كمان مدرك إن وقت الجد لما يكون في حرب هيبقى قادر على الحرب. كان بطلا للحرب والسلام ونجح في الحرب وكان قادرا على أن يحارب من جديد حرب تانية وتالتة ورابعة في مواجهة إسرائيل. مع الوقت تنظيم داعش وكل التنظيمات الأخرى، لأن دول اللي قتلوا السادات، الجماعات الإسلامية قتلت السادات، قتلت الزعيم اللي انتصر على إسرائيل، لأنهم مع الوقت ظهر أن كلهم عملاء وكلهم ضد المشروع الوطني وكلهم ضد المشروع العروبي وكلهم ضد الأمة الإسلامية، لأن وقتها تصوروا أن الناس الأتقياء قتلوا الخاين، لا، الخونة قتلوا الرئيس المؤمن محمد أنور السادات.